نبارك لكم قرب حلول عيد الإمامة والولاية، عيد الغدير الأغر. صحة هذا الحديث، هذا النص، نص الغدير، من الأمور التي لا شك ولا مرية فيها إلا عند من يكابر. صحة هذا الحديث إما أن نسلك فيه مسلك القول بالتواتر، وهو ما ذهب إليه عديد من محققي علماء المسلمين من أهل السنة والشيعة، الذين أكدوا على أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة وفق المعايير المعتبرة في تواتر الحديث. من بين من صرح بذلك جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية، وهو من علماء الأشعرية الشافعية، حيث قال في كتابه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ذكر حديث الغدير في ضمن الأحاديث المتواترة. هذا مسلك، وعندما نقول حديث متواتر فبحسب علماء الحديث يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. من جهة أخرى، المسلك الآخر هو التصريح بصحة هذا الحديث بغض النظر عن التواتر، التصريح بصحة هذا الحديث، وهذا أيضاً ما صرح به العديد من محققي علماء المسلمين، كما فعل ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 973 هجرية، وهو أيضاً أشعري العقيدة شافعي المذهب، صرح في كتابه الصواعق المحرقة. طبعاً هذا الكتاب جاء به للرد على الإمامية، ولكن على كل حال هو في نفس هذا الكتاب صرح بأن هذا الحديث حديث صحيح، الأمر حصل، وذكر نصاً، النص الصحيح الذي يعتقد به ذكره أيضاً في هذا الكتاب. قال: ولفظه عند الطبراني وغيره صحيح، أنه بسند صحيح أنه خطب بغدير خم تحت شجرات فقال: أيها الناس، إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: يا أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال: يا أيها الناس، إني فرطكم، إني سابقكم، إني فرطكم، وإنكم واردون علي الحوض، حوض أعرض مما بين بصرة، بصرة في جنوب الشام، مما بين بصرة إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض. هذا النص الذي صرح ابن حجر بأنه نص صحيح من حيث السند، وبالتالي هذا المضمون الذي ذكره يشترك مع الكثير من النصوص الأخرى التي أيضاً صرح بعض المحققين بصحة أسانيدها، وإن اختلفت في بعض الألفاظ أو تأخر قسم وتقدم قسم آخر، ولكن بشكل إجمالي هذا هو مضمون حديث الغدير ونص الغدير. بالطبع ابن حجر وآخرون أيضاً شككوا فيما نستدل به نحن من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في أن هذا الحديث، في أن هذا النص يدل على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولست هنا بصدد المناقشة في هذا الجزئية، ولكن ما أردت أن أقوله بأن أصل نص الغدير هو حديث صحيح قد صرح بصحته بأسلوبين، بأسلوب التواتر وبأسلوب صحة السند. ثم أقول وقوع نص الغدير بهذا المضمون الذي لا يماثله أي مضمون آخر في الوصية بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وبيان مقامه وبالتفاصيل التي رواها المسلمون في كتبهم من حيث عناية النبي صلى الله عليه وآله ببيان الأمر أمام الجموع المحتشدة التي بلغت عشرات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، وفي ذلك الظرف الزماني والمكاني الخاص كفيل بأن يعطي أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام الحق في أن يعظموا هذا الحدث ويحيوه كل عام، وأن لا يلومنهم أحد حين يقيمونه دليلاً من أدلتهم على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام وإمامته، فهذا النص على أقل التقادير محل الظن والاحتمال في الدلالة على ذلك. ولي وقفة أخرى مع هذا الحديث في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.